وصلنا لمحطتنا التالية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وصار بحياتنا هلأ، هذا العلم لازم الكل يعرف فيه. الناس بالعموم بتعتقد انه اللغة اللي نحن بنحكي فيها هي فقط لغة التواصل الموجودة بيناتنا اللي هي اللغة اللفظية، لكن الحقيقة انه لغة الجسد، وهذا الشيء أكده العلماء، هي اللغة الأولى من خلال الإشارات والإيماءات، وبكتير أوقات ممكن حركة صغيرة تبين موقف الشخص مهما كان عم يحكي، ولكن لغة جسده ممكن تعبر عن شيء مخالف تماماً. وبتضل لغة التواصل اللفظي ممكن تعبر 7% فقط عن الشيء الحقيقي اللي الشخص بده يقوله. لهيك عفاف نحن دائماً بنحاول نفصل أكثر للناس أنه كيف ممكن يوصلوا رسالتهم بكل الطرق وبتكون رسالة صحيحة. صحيح، بنشوف كتير كمان من خبراء التدريب بيدربوا الناس على لغة الجسد، ولكن بتضل اللي هي لغة الحقيقة قد ما حاول الإنسان إنه يستغلها لصالحه. يعني بده يكذب، بده ينكشف بدون ما يقدر إنه يتحكم بتصرفاته، ممكن أوقات كتير يزلق وما كتير يكون منتبه على لغة جسده يلي هي بتكشف كتير من الأمور إذا الشخص بيكون محب أو سارق أو كذاب أو متوتر أو حتى مرتاح. رح نتعرف كتير على تفاصيل مهمة مع الدكتور سمير هادي، وهو الاختصاص بعلم الطاقة ومدرب التنمية الدولي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وأوقاتكم بكل الخير والسعادة يا رب. صباح الخير دكتور سمير، يعني دائما بيكون معنا هيك مواضيع خاصة معك بنطرحها بشكل مختلف وبشكل جديد. خلينا نحكي اليوم، كتير سمعنا سابقا عن لغة الجسد، ويمكن البعض مننا عامل كورسات عن لغة الجسد لحتى تساعده بمجال عمله شو ما كان مجال هذا العمل. خلينا نبلش ونحكي اليوم لغة الجسد قدي هي لغة مهمة، وايمت بلش العلم يدرس هاي اللغة ويطلع عنها تفاصيل أكثر للناس. بداية ذكرتي نقطة مهمة حضرتك، إنه لغة الجسد هي اللغة الأكثر استخداماً، تتفوق بأكثر من 93% من التواصل الجسدي أو التواصل بشكل عام، فهي اللغة الأكثر استخداماً أصلاً لدى الإنسان. بالنسبة لنشأة لغة الجسد وفترات استخدام هذه اللغة، فنحن بنلاحظ إنه لا، هي لغة جداً قديمة. الفراعنة مثل ما بنلاحظ حاليا على المنحوتات، فهن كانوا يستخدموا لغة الجسد للتعبير، وحتى الرومان وحتى الإغريق، إذا هو علم قديم جدا. الإنسان منذ الأزل هو يستخدم لغة الجسد للتعبير والتواصل. أما كشكل فعلي أسس ومبادئ وكتب، فتم إصدار أول كتاب متعلق بلغة الجسد في القرن 17. يعني إحنا كمان ما عم نحكي عن مدة قريبة أو فترة قريبة، لا، هو علم قديم جدا، لكن بيفرق بين مجتمع إلى مجتمع آخر، من بيئة إلى بيئة أخرى. يعني ما كل الحركات أو الإشارات هي متماشية مع كل المجتمعات. حتى ممكن أحيانا يكون الفرق بين الأشخاص نفسهم، ممكن إشارة عند حضرتك بتدل على شيء، لكن عند غيرك هو بيقصد فيها شيء تاني. صحيح. لكن هي ثقافة جدا مهمة، لازم نحن نتعلمها نستفاد منها، وهذا الأمر يلي بينتبهوا عليه الأشخاص الإعلاميين أو رجال الأعمال أو يلي مجال عملهم بيتطلب أصلا رؤية وفهم للغة الجسد، لأنه بيكون أسلوب تعبير أقوى وأوضح. حكيت لحضرتك أنه ممكن الحركات أو الإيماءات بتختلف من شخص للتاني، يعني ممكن حركة عند شخص أنه تدل على شيء، بس عند الشخص التاني تدل على شيء مختلف تماما. خلينا نوضح هاي النقطة. هلا حتى نوضح هاي النقطة بشكل مبسط وحتى الأخوة المشاهدين يعني المعلومة توصل بشكل واضح، فهذا الأمر بيرجع للبيئة الموجودين فيها أولا، اثنين لأنواع لغة الجسد أصلا، لأنه لغة الجسد هي لها ثلاث أنواع. النوع الأول هي لغة الجسد الطبيعية العفوية يلي الإنسان بيمتلكها بشكل شخصي. النوع الثاني هي لغة الجسد المكتسبة يلي الإنسان بيتعلمها وبيكتسبها مع مرور الوقت. هذا الشيء اللي بنشوفه عند الأطفال الصغار، إنه هو بيبدأ بحركات عفوية، بعدين بصير يتعلم من إخواته الأكبر منه، وبيتعلم من الأب والأم والأصدقاء وبالمدرسة، فمع الوقت بتصير هي لغة جسد معتمدة عند هذا الشخص. أما النوع الثالث فهي المزيج ما بين المكتسبة والطبيعية. بنلاقي في أشخاص عندهم لغة جسد طبيعية لكن تم التعديل عليها أو صار في إضافات عليها، فصارت هي لغة معتمدة عند هذا الشخص. وهذا السبب يلي بيخلينا نفهم ليش في أشخاص عندهم لغة جسد بتفرق عن أشخاص آخرين، أو نظرته أو دلالته لهي الإشارة بتفرق عند أشخاص آخرين. صحيح. طيب دكتور، كمان خلينا اليوم نعرف قديش مهم
نستكشف هاي اللغة حتى نعرف كيف ممكن نستثمرها بحياتنا. يعني اليوم من اللقاء الأول دائما بنقول نصائح وتنمية، أنه كل شخص عنده لقاء أول لازم ينتبه كيف قاعد، بالضبط. ما يتوتر، بالضبط. شو بده يظهر، طريقة لباسه، إذا حدا سأله سؤال كيف يجاوب، حركات الإيدين، كل هاي لازم تكون مدروسة. خلينا نحكي أهم الأدوار اللي بتلعبها لغة الجسد بحياة الإنسان. هلأ لغة الجسد دور مهم جدا وفعال، وخصوصا في مجال العمل، لأنه تكمن أهميتها أحيانا بإيصال رسائل أو إيصال معلومات بطريقة غير لفظية. ومثل ما نحن اتفقنا على أنه الإنسان أصلا يستخدم هاي اللغة بشكل أكبر، فنحن كل ما تعلمنا أكثر وكل ما فهمنا بعض الإشارات المتعلقة بمجتمعنا أكثر، كل ما نحن اكتسبنا ثقة الأشخاص اللي نحن عم نتعامل معهم. هذا الأمر كمان بيعود حسب نوع التعامل اللفظي أو التعامل بلغة الجسد. يعني أنا إذا كنت بقاعة اجتماعات مثلا فلازم يكون في لغة جسد معينة مثلا تتعلق بنبرة الصوت. نبرة الصوت جدا مهمة بلغة الجسد. فمثلا على سبيل المثال الأشخاص المتوترين أو العصبيين أو المتشنجين، فمنلاحظ دائما أنه نبرة صوتهم مرتفعة جدا. نبرة صوتهم دائما مرتفعة وفيها إشكالية. كمان الأشخاص اللي عندهم مشكلة بالثقة بالنفس، قليلي الثقة بالنفس، شخصيتهم ضعيفة، منلاحظ بأنه كمان صوتهم منخفض بطريقة مبالغ فيها. لذلك لا، يجب التوازن بمختلف الإشارات، إن كان بنبرة الصوت وإن كان بلغة العيون وإن كان حركات الأيدي أو الأرجل أو حتى طريقة المشي. هاي الأمور كلياتها تعطي انطباع، وهون بيصير في توازي ما بين لغة الجسد والكاريزما. يعني نحن لما بنفهم عن لغة الجسد وبنفهم شوي عن الكاريزما بنلاقي في نقاط مشتركة، خلطة سحرية، نقاط مشتركة. هذا الأمر بنلاحظه عن بعض الأشخاص، أنه بنلاقي في أشخاص معينة عندهم لغة جسد جيدة جدا، عندهم كاريزما واضحة، فبنلاقي حتى طاقتهم حتى حظوظهم بالعمل حتى حياتهم بنلاقيها مختلفة. طيب ممكن أنه نقرأ هذا الانطباع الأول عن الأشخاص بشكل خاطئ؟ يعني بنشوف كثير أشخاص واثقين بحالهم وعندهم كاريزما بس بنفس الوقت عندهم صوت منخفض، أو بتشوفهم هاديين كتير بحياتهم الاجتماعية ولا العملية. فهذا الشيء يعمم على الجميع أنه ممكن ما تكون ثقته بنفسه زايدة أو كافية لحتى أنه هذا الأمر يعود لنقطتين نحن لازم ننتبه لهم. النقطة الأولى حكينا أنه بتختلف لغة الجسد من شخص لآخر، فممكن في أشخاص هن انطبعون هيك، هن عندهم ثقة بالنفس لكن نبرة صوتهم ضعيفة، عندهم ثقة بالنفس لكن عندهم صعوبة بأنه يواجهوا العين بالعين، ونعرف نحن مدى أهمية هذا الشيء متعلق بالصدق والثقة بالنفس. النقطة الثانية والمهمة أنه أنا لما أكون داخل على مقابلة عمل أو مكان مهم، فضروري أنا أتدرب، حاول درب حالي، حاول غذي ثقافتي ومعلوماتي لحتى أنا حاول أعرف كيف أتعامل مع هالأشخاص وكيف وجه لغة جسدي بالشكل السليم. خلينا ندخل بالتفاصيل السرية، معلش نحكي هيك شوية أسرار عن لغة الجسد، الأسرار يلي بتكون موجودة بس عند الخبراء. هلأ بالنسبة لأسرار لغة الجسد فهي كتير، نحن ما عم نحكي عن عشرات الحركات، نحن عم نحكي عن مئات وربما الآلاف. لكن بالنسبة للأشخاص المبتدئين أو يلي بيهمهم رؤوس الأقلام أو الأمور المفيدة، فمثلا فينا نحكي عن حركات الأيدي. بتميز حركات الأيدي بعدة نقاط، مثلا حركة ممكن تكون توترية أو بتدل على التوتر أو الانزعاج، أو مثلا ممكن شبك الأصابع بهي الطريقة بتدل على عدم الارتياح، أو أنا مالي مقتنع بالكلام يلي عم تقوله. ممكن مثلا اللي بيطقطق بالأصابع أو يعني بيلمس الأظافر كمان هي حركة بتدل على التوتر. كمان بالنسبة للأقدام، الأشخاص يلي بيضلوا يهزوا برجلهم مثلا كمان هي إشارة بتدل على الانفعالية والتوتر. طيب وعدم الارتياح. هلأ هي إشارة بتدل كمان على الثقة بالنفس، بتدل على القوة، بتدل على أنه الشخص لا هو فاهم للموضوع تمام وعم يحاول يفهم أكثر ويستوعب أكثر ومعك بالنقاش. كتير مهم وضح نقطة، بما أنه هلأ نحن عم نحكي عن لغة الجسد، وضعية هز الرأس أثناء الكلام. هلأ منلاحظ أنا عم أتكلم وحضراتكم عم تهزوا بالرأس بشكل لطيف. هلأ هي الإشارة غنية بمعلومة مهمة، إنه نحن معك، مركزين معك، نحن مع كلامك. فضروري أحيانا بيكون في تفاصيل صغيرة أو إشارات صغيرة بتحمل معنى كتير كبير. مثلا في تفصيلة كتير صغيرة لكن بتحمل إشارة كل بينزعج منها، واللي هي وضع اليد بالجيب أثناء الكلام.
ممكن انت عم تتكلمي معي وانا واقف حاط ايدي بجيبتي، لا هي بتحمل معنى انه انا غير مبالي او غير مهتم او اني انا غير سعيد. في ناس قلة احترام، اي غير سعيد بما تقوله. فلذلك ممكن تفاصيل صغيره تكون غنيه بالمعلومات. اذا بدنا نحكي عن الحب والعشق والغرام، فالعيون لها لغه لا تكذب. من اهم نقاط لغه الجسد هي لغه العيون، لانه هي الاشارات الوحيده المتعلقه بلغه العيون التي لا تكذب، يعني احنا ما فينا نخبيها، ما فينا نسيطر عليها، ما فينا نخبيها لغه العيون. يعني بتشوفي شخص واقع في حب مثلا، فوالله عيونك عم يلمعوا، والله مبين من عيونك، صحيح، فبيكون بشكل واضح. ان النقاط المهمه كمان يلي كمان ما بنقدر نخفيها على المستوى البعيد هي الابتسامه. كمان الابتسامة لها عدة أنواع، في ابتسامة اللي هي بتكون ابتسامة المجاملة، في الابتسامة اللي بنسميها الابتسامة الصفراء أو الابتسامة هيك من بعيد لبعيد، وفي الابتسامة الحقيقية والواضحة يلي منشوف فيها لا التم مفتوح والأسنان واضحة، وبتبين حتى بارتباطها مع يعني لغة الجسد متعلقة بالعيون. طيب دكتور، يعني هي يمكن نصائح هيك صغيرة لكل يلي عم بيتابعنا يمكن عم يسمعها. كمان خلينا نحكي عن بعض الشغلات اللي هي تفاصيل ممكن الشخص يعملها من دون ما يحس، مثل ما حضرتك ذكرت، وتصدر صورة سلبية. يعني كثير بنعرف في أشخاص بيكونوا صادقين بس هن ما عندهم قدرة يضبطوا مثل ما قلت أنت لغة جسدهم مع لغة التواصل تبعيتهم، بشو بتنصحهم؟ هلا انا بنصح هدول الاشخاص بالتدرب اكثر، التعلم اكثر. هذا شيء ما هو خطا ابدا. ممكن انا اعمل حركه انا افهمها انها حركه طبيعيه لكن الاخر ما يفهمها انها حركه طبيعيه، وبالنهايه نحن عم نتواصل مع الناس، نحن موجودين ضمن المجتمع، فلازم انا اذا في عندي حركات غير مفهومه بالشكل الصح او غير مقبوله ضمن مجتمعي اني لا احاول انا اتدرب على استعاضه هي الحركات بحركات مناسبه للمجتمع اللي انا فيه ومناسبه للاشخاص اللي انا بتعامل معهم عموما. يعني مثل ما سبق وحكينا نبره الصوت جدا مهمه. احيانا بحاكيك حدا ليش عم تخانق، هو بيكون طبيعه صوته عاليه، نبره صوته عاليه، لا هو لازم يكون متدرب اكثر كيف يتعامل مع الناس وكيف يوجه لغه الجسد. هون في نقطه مهمه بالنسبه لتوجيه لغه الجسد لازم ننبه عليها، وانه نحن ما فينا نخفي حركات لغه الجسد بشكل دائم. يعني انا اذا في حركات عندي طبيعيه بالاضافه لحركات مكتسبه انا ما فيني اخبيها طول العمر او لفترات. لكن امتى بستفاد منها؟ بستفاد منها بالمكان يلي انا بيهمني فيه لغه الجسد. يعني فرضا انا جاي على لقاء تلفزيوني مثلا او عندي مقابله عمل او بدي اكون بمكان لغه الجسد فيه جدا مهمه، فانا هون بركز على لغه جسدي اكثر بشكل كامل، ان كان مثل ما حكينا نبره الصوت، حركات الايدي، حركات الارجل، حتى المشي والوقوف لها دلالات. فبنلاقي الشخص اللي عنده ثقه بالنفس، الشخص الواضح والصريح، بنلاقي ممشوق القوام، ظهره مشدود هو ماشي، عم يمشي بخطوات ثابته، فنحن مجرد ما نشوفه بنقول والله الشخص متزن. فبتعطي اشارات بشكل واضح للجميع، كل من بيشوف هذا الشخص بيعرف انه هو شخص متزن، غير الشخص يلي بيكون عم يمشي هو محني الظهر مثلا، عم يمشي بخطوات غير منتظمه، مره بسرعه، مره على البطيء، فبنعرف انه هو يعاني من اضطرابات او عنده خلل بتفكيره، عنده مشكله غير متزنه بشخصيته. كمان من الأمور المهمة أثناء الجلوس إذا بدنا نحكي بتفصيل أكثر، وضعية الجلوس لازم تكون مريحة للشخص. إذا كان في ميلان بعض الشيء للظهر هذا كمان بيعطي فكرة للشخص المتلقي له الإشارات أنه أنا عم أسمعك، أنا معك. بعض الميلان طبعا بالإضافة لهز الرأس هذا بيعطي انطباع أنه أنا معك 100%. فمثل ما حكينا تفاصيل صغيرة بلغة الجسد ممكن تفيد المبتدئين، مو شرط الإنسان يكون عامل كورسات كثير ويعني مقضي سنين مثل ما قلنا حسب شغله، حسب شو بيحتاج، حسب شغله، لكن بشكل عام هي مهمه جدا، وحتى احيانا بيكون اهميتها جدا مهمه في حاله السفر لمجتمعات مختلفه. يعني انا سافرت لبلد غير لغه غير لغتي وصعب اني انا افهم كل الكلام، فانا ممكن بالتعبير بحركات الشفاه باليدين بالعيون على الاقل افهم هو شو عم يوحي لي او شو عم يقول لي. من النقاط اللي ممكن كمان استفاد منها بلغة الجسد كمان التعامل مع الحيوانات. نحن من خلال لغة الجسد تبع هذا الحيوان بنفهم إذا كان جائع، إذا كان مريض، إذا كان عم يعاني من مشكلة. ف
فهي مهمة على جميع الأصعدة، وبيتوجب علينا نحن كأفراد قدر الإمكان ولو هيك بلمحة عامة ناخذ فكرة عن لغة الجسد لنستفاد منها بشكل أكبر. هلا هي التفاصيل كلها بدها حدا يكون مدرك للغة جسدنا ويعرف يقرانا صح، وبنفس الوقت نحن نعرف نقرا الأشخاص يلي قدامنا بشكل صح، ولكن بتلاقي أشخاص كثير بيحاولوا يخفوا بعض الحقائق بلغة جسدهم، بيكونوا متدربين عليها ممكن بشكل عفوي من خلال خبرة الحياة، مثل ما بنعرف انه الحياة بتعلم اكبر الدروس يعني اكثر من الكورسات واللي بناخذها، فممكن من خلال خبرته بالحياة يقدر يخفي بعض الحقائق المهمة. نحن فينا على طول نخفي هاي الحقائق ولا نكون كيف ممكن انه يعني نعرف هاي التفاصيل انه نحن بنتدرب عليها، نتدرب على الإخفاء، ولا هو بيكون خلص نحن فينا نخفي طول الوقت؟ هلا بداية يلي بده يكون عنده القدرة على إخفاء بعض الحقائق بده يكون متمكن من لغة الجسد. شخص مبتدئ حيلاقي صعوبة، أما الشخص المتمكن ممكن يكون عنده القدرة على إخفاء بعض الحقائق أو بعض الدلالات والإشارات. لكن بنرجع بنأكد إنه هذا الإخفاء ممكن يكون مؤقت خلال جلسة نص ساعة، ساعة، ربع ساعة، ممكن هو يخفي شيء ما بداخله، يعني مثلا هو بداخله شخص متوتر جدا، لكن لا يحاول يضبط قعدته، حركاته، صوته، عيونه، حركات الرأس بشكل إنه الشخص المقابل يحسه إنه شخص مرتاح. لكن هذا الإخفاء مستحيل أن يكون بشكل دائم، مستحيل، لأنه دائما الطبع يغلب على الإنسان، هو خلاص طبعه هيك، حركاته هيك. وفي شيء جدا مهم بيقولوا الجسد مرآة الروح، الجسد مرآة الروح، ونحن هون عم نحكي عن النفسية أو 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 الطاقة الداخلية بداخل الجسم. فأنا مثلا على سبيل المثال لما أكون عم مر بحالة حزن، أنا شخص حزين من أمر معين، فأنا ما فيني دائما أخفي حزني، ممكن أنا أخفي حزني لربع ساعة، نص ساعة، ساعة، لكن بشكل دائم ما فيني أخفي حزني. بالعكس تماما لما أكون أنا شخص سعيد أو شخص مندفع للحياة، فدائما لا، في حركات أنا ما فيني أخفيها بشكل دائم، ربما لبعض الوقت مثل ما حكينا إذا أنا داخل لمكان ما بدي أظهر فيه أني أنا متوتر أو متشنج أو خايف أو أو أو، لكن على المدى البعيد يصعب جدا إخفاء الحركات. طيب دكتور، قبل ما نختم حديثنا، أهم النصائح اللي تحب تقدمها اليوم لكل الناس اللي عم بتتابعنا بخصوص لغة الجسد لحتى يقووا قدراتهم من خلال هاي اللغة؟ هلا أنا بنصح كل الأشخاص بشكل عام، إن كان شباب وصبايا، كبار وصغار، يعني من كلا الجنسين، بنصح دائما اكتساب الخبرات مو فقط بلغة الجسد. الحياة هي أكبر مدرسة، فنحن كل ما اكتسبنا خبرات أكثر كل ما بنقدر نتعامل مع البشر حوالينا ومحيطنا بشكل أوضح. مثل ما ذكرنا مثلا لغة الجسد، مثلا الكاريزما، البرمجة اللغوية العصبية، هي الأمور كلها بترفع من مستوى الوعي عنا بحيث أنه أنا أفهم طريقة كيف التعامل أو الذكاء الاجتماعي تماما، مثل ما كيف أنا أتصرف وكيف أفهم الناس بشكل أكبر، لأنه ممكن أحيانا حركة أو كلمة أو إشارة ممكن تعمل عداوة بين شخصين، أو ممكن تنفهم غلط، أو تكشف هذا الشخص على حقيقته، أو كمان ممكن تكشف هذا الشخص على حقيقته. فلذلك لا، بيتوجب علينا دائما نحن نحاول عن طريق كورسات أو عن طريق يوتيوب أو عن طريق أساتذة خاصة، ما في أي مشكلة، لكن دائما يكون الطموح والسعي للتطوير حتى نفهم المجتمع يلي نحن فيه ونعرف كيف نتعامل مع الناس. وبالتالي نحن إذا عرفنا كيف نتعامل مع الناس بالشكل الصح والناس كيف تفهمنا بالشكل الصح، أنا بعتقد هذا بيسهل علينا أمور الحياة بشكل عام. أكيد. يعني التعامل من كلا الطرفين بصير أسهل. أكيد. بدنا نشكرك بنهاية فقرتنا معك دكتور سمير هادي على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وما بدنا ننسى أنه قد ما طال الوقت الطبع تحت البدن، يعني إلا ما تنكشفوا تنكشف كل الحقائق سواء. وأنا بدوري كمان بتشكركم، الله يعطيكم ألف عافية، وأنتم بالمناسبة من الأشخاص يعني من خلال لغة الجسد أشخاص بتمتلكوا الرزانة والثقة بالنفس والإبداع يلي هو عفوي، بشكل عفوي وبشكل واضح، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك دكتور ولكل النصائح اللي بتقدم لنا إياها دائما بمختلف الاختصاصات اللي بنحكي فيها مع حضرتك. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. أهلا.